صباح الخير يا استاذ هلال. صباح الخير يا رؤية. انا قريت المقال بتاع حضرتك ومكسر الدنيا على السوشيال ميديا. طب كويس الحمد لله. انت عارف حضرتك لو نزلت صورتك مع كل مقالاتك مش هتعرف تمشي في الشارع. وهنزل صوري ليه لما مش هعرف امشي في الشارع؟ يا ابني هريت امي بالفلاش بتاعك ده، ارحمني. عليا النعمه يا استاذ، عليا النعمه، صورتك اتحط على مجله التايمز. يا بطل التطبيق، بطل التطبيق ده، انت شغال في جريده معارضه. ما هو احنا نعرض بره لكن جوه نطبل ونهيص، ما تخلينا نفرح شويه. يعني انت لو ما نزلتيش مع هلال مش هتشتغلي؟ هشتغل، بس انا كنت حابه اشتغل مع استاذ هلال من كتر اللي سمعته عنه، وكمان قريت المقالات اللي بيكتبها وعجبني قوي جرأته. هلال كامل ده يا نهى صديق عمري، يعتبر هو اللي اسس الجورنال ده معايا، والحقيقه يرجع له الفضل هو ومقالاته في الشهره الواسعه والانتشار الكبير اللي حققها الجورنال والموقع كمان، رغم ان احنا تقريبا ما كملناش 5 سنين. ما انا عارفه يا استاذ دراز، وعارفه كمان انه انسان مثقف جدا. خلاص يا نهى انا هنزلك معايا. مبسوطه؟ بس خلي بالك يا حبيبتي، لازم تركزي قوي في كل كلمة بيقولها هلال. هلال بيعمل الحرف بتاعه 1000 حساب. حضرتك كده بتقلقني منه خالص. هلال ده حد جميل، ده أطيب خلق الله. تحت عمرك يا فندم. الأستاذ هلال لسه ما جاش يا جابر؟ لسه واصل مكتبه حالا يا فندم، وأنا هروح أودي له القهوة بتاعته هناك. لا هات له القهوة بتاعته هنا، وروح قول له يجي يشربها معايا. مش هينفع يا فندم، حضرتك عارف ان هو بيحب يشرب القهوه مع الكلمات المتقطعه. يوه تاني؟ دي عاده مش هيبطلها هلال ابدا. الاستاذ دراز بيسال على حضرتك. خليه يتفضل. لا ده هو بلغني ابلغ حضرتك انه مستنيك في المكتب. طب شويه كده واروح له. هو حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ كان في ورقه جورنال مكتوب فيها كلمات متقاطعه. دي ورقه جورنال قديمه، انا لقيتها على المكتب وانا بنظف فرمتها. انا مش قايل لك 100 مره ما تهوبش ناحيه اي حاجه موجوده على المكتب. حاضر حاضر يا استاذ هلال، بعد اذن حضرتك. ان شاء الله هتكسب القضية. العادي بتاعك يا استاذ. يا دي الزن. ايه يا عز؟ في ايه؟ بكلمني كتير ليه؟ يا ماما النهارده عيد ميلاد جده، لازم تبقى موجودة عشان اعملها له مفاجأة. معقولة يا عز؟ بتتصل بيا 5 مرات عشان تقولي كده؟ أنا افتكرت إن في مصيبة. يعني أنت افتكرت إن في مصيبة وبرضه ما كنتش بتردي؟ يا أستاذة لازم ندخل القاعة حالا. اقفل يا عز. اقفل، عندي جلسة مش فاضية. براءة إن شاء الله. أعرفك، نهى منظور، خريجة إعلام قسم الصحافة. اشتغلت في جرايد كتير قبل كده بس سابتها. هتشتغل معانا صحفية. أهلاً وسهلاً. فرصة سعيدة يا نهى. أنا أسعد يا أستاذ هلال. على فكرة يا هلال، نهى رفضت إنها تشتغل في أي جريدة حكومية، مع انها طالعه من الاوائل على دفعتها. هي شافت ان توجهاتهم مختلفه تماما عن طريقه تفكيرها. ما شاء الله، اللي زي نوها دلوقتي عمله نادره. وانا جي ايه جنب تاريخ حضرتك يا استاذ؟ مقالك النهارده عامل قلق. ما انا قلت لك من الاول لو مش عايز الجورنال يتقفل بلاش. انا ليه بقى؟ طول ما احنا بنقول الحقيقه محدش يقدر يتكلم. دراز ده صديق عمري. بس ده ما يمنعش انك تخف ايدك شويه. ولا صديقي ولا حاجه، ده انا مره قابلته في القهوه لقيت واحد نايم على كرسي كده، ضربته على دماغه صحيته. غاده كامل حاضره عن المتهمه. طلباتك يا استاذه. انا يا فندم بطلب التاجيل لحين استدعاء الشهود اللي اساميهم موضحه امام سيادتك، نظرا لاهميه الشهاده بتاعتهم في القضيه. تؤجل القضية لجلسة 24 مارس 2018
رفعت الجلسة. تأجيل ليه يا أستاذة؟ أنا عارفة أنا بعمل إيه. اطمني يا حبيبتي هتطلعي. يا بابي أنا مش قادرة أقعد هنا أتصرف، خرجني. أهم حاجة إنك تبقى عارفة معاني الأشياء عشان تقدري تفسريها. معلش أنا آسف، قلت لي اسمك إيه؟ نهى يا أستاذ. نهى، اسم جميل نهى. عارفة معناه إيه؟ لا. نهى يعني العقل. بجد أنا مبسوطة قوي إني هشتغل مع قامة صحفية كبيرة زي حضرتك. أنت كده بقى دخلت غلط. ليه بس يا أستاذ؟ عشان بتمدحي فيا من غير ما تعرفيني. الأسلوب ده يبقى في الجرايد التانية، هنا لا. بالعكس يا أستاذ، أنا عارف حضرتك كويس قوي. أنا قريت مقالات لحضرتك وعملت سيرش على النت وعرفت عنك كل حاجة. مش كل حاجة تقريها وتسمعيها تصدقيها. أنا كنت متابعة حملتك الصحفية عن حادثة قطر السعيد في 2013، وحملتك ضد المسؤولين عن تسمم تلاميذ المدارس في ملاو وإخميم وأبو حماد 2017، وقريت كمان عن هجومك للحكومة في 93 بسبب خصخصة الشركات العامة. طب سين، في 5 ذو القعدة سنة 1995 كنت بعمل ايه؟ ما كنتش بتعمل حاجة حضرتك، عشان أقلوك من منصب رئيس التحرير في الجريدة القومية وقتها. الله، ده انتي مذاكراني بقى. أيوة طبعا يا أستاذ، أنا متابعة حضرتك من وأنا بدرس في الجامعة، وبصراحة كنت مستغربة قوي إزاي كنت ماسك منصب كبير زي ده وفضلت تهاجم وتعارض في قرارات الحكومة. بص يا نوها، الدنيا دي قامت على النقيضين، في خير تلاقي قصاده شر، في جنة قصادها نار، في حكومة قصادها معارضة، وأنا معرفش أكون غير في المعارضة. عشان كده أنا معجبة بقلم حضرتك. أقولي كده بقى بتمدحي فيا عشان عينك على القلم. طب يا لالو في ايه؟ عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ عيد ميلاد. امال عيد الرعب بيبقى عامل ازاي؟ ادي هديتك. الله، حلوه قوي، حلوه دي. تعرف يا زيزو، انا ما بحبش يوم عيد ميلادي ده. ليه بس؟ دراز، انتوا عاملين رباطيه عليا ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا صديقي. وانت طيب يا حبيبي، انت طيب. انا اذنك بس هخش الحمام، الواد زيزو اصله عمل فيا عامله خلاني على الاخر. براحتك. اتفضل براحتك. زيزو عامل ايه؟ حد جدع قوي. حلوه البقى اللي عملتها لجدك دي. امال امك وخالك فين؟ انا كلمت ماما كان عندها شغل، وبعد كده قفلت وكلمتها تاني كنسلت عليا. وخالك؟ موبايله مقفول برضو. هنفضل قاعدين مستنيين كتير؟ اقفل يا ابني، مفيش حد عايجي. استنى بس يا هيلو، انا ماما مأكد عليا انها جايه. ايه يا ماما؟ هي ردت اهي. انت فين يا ماما؟ في اجتماع مهم ومش هينفع اجي. خلصنا؟ مش هتلحقي تيجي؟ طب انا هسيب المكالمه مفتوحه بقى علشان تطفي معانا الشمع، ماشي؟ يلا. هابي بيرثدي. انا نقول هابي بيرثدي وسنه حلوه يا جميل ويلا حالا بقى. ايه ده؟ خلاص. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا أستاذ هلالي. أهلا وسهلا فؤاد بيه. هي الحكومة منعت أعياد الميلاد؟ أوعى تقول لي ده فؤاد بتاع أمن الدولة. لا، ده مش بتاع أمن الدولة. طب الحمد لله. ده بتاع الأمن الوطني. طب
استاذ رنا. راح فين؟ معلش اشوفك بكره. شفتك بكره فين وعارف فين؟ صوت طيب يا حبيبي، فل سعيده بقى. هو دخل ازاي؟ مش عارف، ومش احنا مغيرين الكلام من شويه؟ انا اسف اني فاجئتكم. لا ابدا، ما فيش حاجه، ده انت يعني مش شرفنا والله، احنا متعودين على كده. مش حضرتك جاي برضو تهنيني بعيد ميلادي ولا ها؟ ايه النظام؟ لا انا جاي ادردش معاك شويه. هو في حاجه قاله؟ لا مفيش، فؤاد بيه لو كان جاي بصوره رسميه ما كانش جاي لوحده، كان هيجي بقى ومعلم مالك انت. مش هتهدى بقى يا هلال وتريح نفسك وتريح اللي حواليك؟ ومين قال لك ان انا تعبان؟ انا مبسوط قوي كده. انت مبسوط؟ بس طول الوقت معيش اهلك في قلق، حتى مراتك الله يرحمها كانت بتعاني من خوفها عليك، وانا اذا كنت بقدر اساعدك زمان مش عارف اقدر اعمل ده دلوقتي ولا لا. وفي ناس كتير متضايقه من اللي انت بتكتبه يا هلال. انا مش برمي الناس بالتهم، انا عارف ان مقالاتي بتضايق ناس كتير، بس انا متعود اقول الحقيقه وهما متعودين يكذبوا. طب واللي كتبته من يومين عن رئيسه لجنه حقوق المراه؟ دي وليه نصابة وحرامية، أنا أعرفها من أيام ما كانت معايا في المدرسة، كانت بتسرق السندوتشات بتاع الصعبات. السندوتشات؟ طب دي ومقدور عليها، إنما مقالك الأخير اللي بتهاجم فيه الحكومة غريبة. جاي تكلمني لما مقالي ضايق الحكومة؟ طب ما كلمتنيش ليه لما الحكومة ضربت الأسعار في ثلاثة وضايقت كل الناس؟ أنت اتغيرت على فكرة فؤاد بيه. أنا زي ما أنا، بس المشاكل اللي بتحصل دلوقت بقت أخطر بكتير من أيام زمان يا هلال. طيب وده إيه علاقته بيها؟ في ناس حواليها شبهات كتير، منهم ناس معاك في الجورنال وعايزك تساعدنا. يعجبني فيك إنك ما بتيأسي. شوف أنا أعرفك يمكن من أيام ما كنت نقيب ولسه بتحاول معايا الوضع دلوقتي. طب ما سألتش نفسك التمويل اللي بيجي للجورنال اللي انت شغال فيه بيجي منين؟ من رجل الاعمال اللي بيدير الجورنال، وده راجل محترم وسمعته معروفه للكل. تفتكر؟ معلوماتك مش كامله يا هلال. عموما خليك فاكر ان ده اختيارك. تقلقش انت مش هتشوفني تاني. يعني نقول مبروك الترقيه الجديده؟ عرفت ازاي؟ اصل مش معقول الجهاز هيستغنى عنك بالسهوله دي، بدليل انك انت قاعد معايا دلوقتي وبتتكلم في الشغل، يبقى اكيد اترقيت وفي حد تاني هيمسك الملف بتاعي. سلام يا هلال. سلام يا فؤاد بيه. زيزو زيزو كنتش اعرف ان عيد ميلادك هيتقلب بسرعه كده. ما انت عارف انا ما بحبش اليوم ده اصلا. ليه بقى؟ اصلي بكون فيه لوحدي، امك فجاه يظهر لها حاجه تشغلها، خالك عماد الظاهر نسيني. بس سيبك انت عندي اهم منهم كلهم. يلا روح نام في اوضتك. حاضر.
ايه ده؟ رواية بخط الايد؟ لقد قررت ان اكتب مذكراتي بعد فترة من التفكير. هذه المذكرات تحتوي على اسرار وخبايا لا يعلمها احد غيري، وانا اعلم مدى خطورة هذه المذكرات، لذلك لن أذكر الأسماء الحقيقية لأبطال الأحداث التي مررت بها، وسأرمز لأسمائهم بالحروف الأولى فقط. وإني أعلم أن من سيقرأها لن يستطيع أن يفسر ما بداخلها بسهولة، ولكني أؤمن أن بعض الإشارات الصغيرة ترشد صاحبها على الطريق الصحيح. ولكي تعرف مفتاح سر الكتاب عليك أن تبدأ بفتح غلافه. إمضاء مريم رياض. مريم رياض. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة انه مقتحم شقتي يفتشوا فيها، وقتها انا هلو ايه يا ابني في ايه؟ انت حاسس كيف بقى ليه؟ ليه اقول له بس كده؟ ده انا بحبك. انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ بدري ايه؟ ده الساعة داخلة على 11. 11؟ انا عازف في حاجة. Thank you.
استنى، ده اوتوجراف. اوتوجراف بخط مريم رياض، جو قديم قوي يعني. دلوقتي بقى ممكن تبعت مسج على انستجرام للنجم اللي انت عايزه، ولو رد عليك تعملها سكرين شوت وتتنطط بيه على اصحابك كمان. طيب ابحث لي عن مذكرات مريم رياض. مذكرات مريم رياض؟ لا مفيش اي حاجه عنها. طب ارجع لصفحه الاوتوجراف، عايزك بقى تطبع لي الاوتوجراف ده وتنزل لي كل الاخبار والفيديوهات اللي نزلت عن مريم رياض. ايه ده؟ ده حب قديم ده ولا ايه؟ قديم ايه؟ دي ماتت بقالها سنين. ايه برضه مقفول؟ ايوه انا بدات اقلق، عمر هلال متاخر كده، انا خايف لا يكون اللي في بالي حصل. اللي هو ايه؟ هو في ايه؟ امبارح رحت له البيت عشان عيد ميلاده، جم اللي بالي بالك وخدوه. هما مين دول؟ استاذ دراس ده موبايلي. انا عارف ان هو موبايلك، لازم نخلي بالنا، المراقبه عندهم اتطورت قوي، بقى من اهل الساتلايت على طول. لا انا مش فاهمه اي حاجه خالص من اللي بتقوله. انت بتكلمني انا؟ مو بكلمك انت، امال بكلم امي. خلي بالك يا نهى، لازم تتعلمي لغه الشفايف، انت دلوقتي كصحفيه هم سامعينك في اي وقت وفي اي حته، فهمتي؟ هما مين دول؟ خلاص يا حبيبتي هيتقفل علينا باب واحد انا وانت. انت مش متخيل، انا مش مصدقه ده، انا طلع عيني بسبب شغلك ده. معلش يا حبيبتي معلش. حلوتي بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتشيك السوست. سوست ايه؟ بقول لك ايه بقى، الاوضه دي الاورنج عجباني جدا. ايه اورنج؟ انت عايزه، انت عايزه انا انام في اوضه اورنج؟ هيبقى موقفي ايه قدام اصحابي وباقي القيادات لما يجوا يشوفوا الاوضه اللي انا نايم فيها؟ قيادات؟ معلش، هم ايه اللي هيدخلهم الاوضه علينا؟ باب حب الاستطلاع، بيطمنوا علي عادي. وبعدين اصحابي اللي بقولك عليهم دول بنات، كلهم بنات. بنات؟ بقولك يا رؤوف شكلها كده مفيش جوازة على فكرة. معلش يا حبيبتي انا بهزر معاكي، انا يا حبيبتي ده انا نقلت من مباحث الاداب مخصوص عشانك. بجد يا اوفا؟ بجد يا عيون اوفا. بقولك ايه بقى، مينفعش نمد الاجازة دي من اسبوع لشهر؟ للأسف يا حبيبتي مش هيبقى فيه أجازة خالص، ولا أسبوع ولا حتى يوم. نعم يا حبيبي؟ إيه؟ أجازة دي مش هينفع تمدها، يعني أنا صبر عليك 3 سنين وفي الآخر تقولي ولا شهر عسل ولا أجازة حتى أسبوع؟ اللي أنت بتقوله ده؟ أعمل لك إيه؟ مش أنت اللي أصريتي إن أنا أنقل من بحث الآداب؟ هاتها فيا بقى، أنا قلت لك سيبي الآداب لكن ما تسيبش أجازتك يا حبيبي. معلش يا حبيبتي. معلش 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 يا صابرين صابرين. خلينا صابرين يا صابرين. بص بص يا رؤوف بتهزر؟ معلش يا حبيبتي معلش معلش. عجبتكم الأوضة؟ مش كده صابرين الأورنج؟ حلوة مقرنجة حلوة. طيب أنا مضطرة إن أنا أمشي دلوقتي، عندي مشوار، اختاروا كل اللي أنتوا عايزينه وأنا هعمل لكم خصم على التوتل. شكرا جدا. شكرا. على إيه؟ بعد إذنكم. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ثانية واحدة أجرب كده. أجرب إيه؟ ألو؟ نصبته الستيج؟ عملته تيست للسماعات؟ طب بقول لك انا مش عايزه اي مفاجآت والنبي، ها؟ وعايزه الحفله دي تخلص على خير. يلا سلام.
عارف يا بابا ان حضرتك اكيد زعلان مني عشان ما قدرتش اجي عيد ميلادك امبارح، بس والله كان عندي شغل في المستشفى طول اليوم. ولا يهمك، انا نفسي ما كنتش فاكر ان عيد ميلادي امبارح اصلا. طب قول لي بقى ايه الموضوع المهم اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ عايز اعرف ايه السبب اللي ممكن يوصل شخص للانتحار. اسباب كتير، ممكن يكون اكتئاب او صدمه او احباط مثلا، بس ده بيتوقف على الحاله نفسها والظروف اللي مرت بيها والعيشه اللي كانت عايشاها. طب لو انا قلت لك ان الحاله دي شخصيه يعني مشهوره وفنانه وعندها فلوس كتير والناس بتحبها. انا ما اقدرش احكم يا بابا على حاله من المعلومات البسيطه اللي حضرتك بتقولها دي، لازم اقعد مع الحاله وافهم كل تفاصيلها. لا ما انت مش هتقدر تقعد مع الحاله لان الحاله زمانها اتحللت. مش فاهم. اسمع يا عماد، انا عايز اوصل لدكتور نفساني. خير يا بابا؟ وحضرتك عيان، انا ممكن اعالجك، انا دكتور على فكره. انت هتعرفني بنفسك؟ ما انا عارف انك انت دكتور. انا عايز اوصل للدكتور النفساني اللي كان بيعالج مريم رياض. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي. مريم رياض الممثله؟ طب ما تفهمني ايه الموضوع يا بابا. هبقى افهمك بعدين. المهم هتعرف توصلني للدكتور ده؟ خلاص حضرتك قول لي اسمه وانا اجيب لك عنوانه على طول. اسمه ميم ميم. ايه؟ ميم ميم. استاذ هلال انا جبت لحضرتك ال... انا اسفه انا جيت في وقت مش مناسب. تعالي تعالي يا نهى، مفيش حد غريب، ده الدكتور عماد ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. منا نايمة في اوضتي جوه. تعالي عايز اتكلم معاك. انا مش جاية اتضايف، انا جاية اخد بنتي وماشي. قومي قومي، بتخرجي من البيت من غير ما تقوليلي؟ مش مالي عينك انا؟ الله الله الله، كلامي ما بتسمعش ليه؟ ما بالراحه يا ماما، في ايه؟ اخرس انت خالص، يعني ايه اتصل بيك وما تردش عليا؟ انا كنت نايم وعامل موبايلي سايلنت، انت عامل لك ايه؟ بس عيب عيب يا غدا اللي انت بتعمليه ده، البنت في بيتي. وبعدين انا كلمت كذا مره انت وجمال محدش بيرد. عايزه تخرج من غير ما تقولي لي عشان تبقي صايعه زي اخوكي صايع. بس بس هي ما راحتش لحد غريب، دي راحت لجدها. مالكش دعوه انت، ما تتدخلش، انا عارفه ازاي اربي بنتي كويس. عمرك ما هتعرفي تربيها. عشان تعرفي تربيها لازم انت كمان تتربي كويس وتتعلمي ازاي تكلمي ابوك باحترام. قدامي قدامي، اوعى امشي. حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. هلال كامل صحفي معارض كان يعمل في الجريدة الرسمية للدولة، وتم تكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات باعتباره مراسلا حربيا، شغل منصب رئيس تحرير الجريدة القومية، ولكن تم إقالته لكثرة المشاكل التي أثارها مع رؤسائه بعد أن شن هجوما على رئيس الوزراء بسبب قرارات خصخصة الشركات العامة سنة 92. ولم يكتفي بذلك، بل احتد وثار على رئيس الجمهورية نفسه. وبعد إقالته اختفى عن أضواء الصحافة سنوات، دخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته التي داهمها المرض ولم يستطع علاجها على نفقة الدولة. ثم تم تعيينه في جريدة نبض الشعب المعارضة، وعاد ينشر مقالات مليئة بالإسقاطات السياسية منذ ذلك الوقت. نبض الشعب، نبض الشعب. الشعب. ماشي يا عم نبض الشعب. من فضلك عايز اقابل استاذ جمال. استاذ جمال مين؟ امين عام مراسم مجلس الوزراء. اقول له مين حضرتك؟ هلال كامل. ثانيه واحده.
اوكي انستازيا. I don't want to talk about the past. Okay, as you like. But I will not send mother to Egypt. I hope you forget that idea. Your thoughts are still the same. Yes, because I see what is happening in Egypt from terror. And I have right to fear for my son. I want to talk to Mado. Mado? Hi, Daddy. I miss you. I miss you too, Mado. I will send you so many games soon. Thank you, Daddy. أنا لو أعرف إن أنا هستناك كتير كنت جبت لك البيت أرحم. أنت أتنور في أي وقت يا عم، مع إني متضايق من مقالك الأخير. ما كانش لازمة يعني تخبط في الحكومة، أنت كده بتحطني في موقف حرج. الموضوع ضايقك أه، بس هو عجب ناس كتير. كنت متوقع الرد ده. خير؟ أنا جايلك بخصوص زيزو منا. أنت جايلي شغلي عشان كده؟ كان ممكن تكلمني في التليفون أسهل يعني. وانتوا بتردوا على التليفونات خالص. انا مش هاخد من وقتك كتير. شوف حضرتك، انا مش عاجبني طريقه معاملتكم مع منا. البنت محتاجه للي يقف جنبيها ويساعدها، ومش عشان غلطه نعلق لها المشنقه. انا مش عايز اللي حصل مع زيزو يحصل لمنا. ما ترموش عيالكم يا جمال. تمام. حاجه تانية يا عمي؟ لا، انا قلت اللي عندي. تعرف حد اسمه فتحي الدمياطي؟ اه، فتحي ده كان زميلي في الشغل لغايه ما باعني هو وتوفيق زاهر. باعك ازاي؟ اول ما استلمت الشغل قابلني فتحي وعاملني زي ما نكون اخوات بالظبط. بعد فتره كده ابتديت احس ان في حاجات مش مظبوطه في الشغل بين فتحي وتوفيق. ايه ده فتحي؟ دي منشطات جنسيه. جرى ايه يا سعيد؟ ما تحبكهاش قوي كده. بقول لك ايه، 50 باك وعدي بيله. لا، واضح ان انت جيت للبني ادم الغلط. انا هصادر الشحنه دي وهبلغ عنها كمان. كده ماشي يا سعيد. ورفضت ان الشحنه تعدي. بالظبط. بعدها ابتدت معاملته ليا تتغير لغايه ما جت شحنه المستلزمات الطبيه الملوثه. ايه اللي في ايدك ده يا سعيد؟ ده عينه من الشحنه اللي دخلت طالع طبيعها. طبيعها؟ طب انا قلت لك ان انا عينتها وطلعت مطابقه للمواصفات. ايوه، طب ايه المشكله ان انا اخد عينه ثانيه عشان اتاكد؟ ولا انت ناسي ان التقرير ده هيطلع على مسؤوليتي؟ مسؤوليتك؟ اه ايه؟ هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا خالص، بس هو زي ما تقول كده زياده تاكيد. تاكيد؟ وماله؟ اه تاكد يا اخويا، تاكد. زيادة التأكيد. هو فيه ايه؟ سعيد مصمم يا توفيق انه يعاني المستلزمات الطبية ويكتب فيها التقرير بنفسه. هو حر. واحنا هنعمل ايه؟ هبعت لسعيد يجيني المكتب. استاذ سعيد، المدير عايزك حالا في مكتبه. حاضر. وأول ما يخرج من المعمل تدخل أنت مكانه ومعاك عينة سليمة من الشحنة القديمة. تبدل العينة السليمة مكان العينة التانية. طلعت المعمل تاني وطبقت العينة. وطبعاً كانت سليمة. بالظبط. وكتبت تقريري إنها مطابقة للمواصفات. وشلت القضية. أنت تعرف عنوان توفيق الزاهر؟ طبعا، ده محفوظ في دماغي ولا يمكن انساه ابدا. الدهول.
حياتك انا كنت عايز عماره 89 بيت الافي. تقصد فيلا 89؟ هي دي. دي فيلا توفيق زاهر؟ ايوه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. طب انا عايز اقابله. تقابله فين؟ ما قدامك اهو داخل الاسعاف. هو ده توفيق؟ ايوه والله يا حبيبي، يا حبيبي توفيق، يا حبيبي مش هسيبك، انا هركب معاك، مش ممكن اسيبه في اللحظه دي. معلش، هو مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ انا صديق عمره، كنت في الخليج ولسه راجع عشان قلت ازوره يعني. يلا يا جماعه اكرم. طب انا هاجي واركب العربيه. طيب ماشي. طيب راح فين؟ هطلع اركب مع بابا. لا روح انت مع اختك، سيبني انا مع حبيبي. سيبني يا حبيبي. يا حبيبه كيفه، حبيبه توفيق. بس انا اول مره اشوف حضرتك هنا. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. غريبه، مع ان كان في دكتور صاحبه كان مقرب منه جدا، ما حاولش يكلمه او يجي يزوره حتى. اسمه ايه؟ اسمه اسقايا على الغربه لما تنسل واحد. هو عموما كان اول حرف من اسمه ايه؟ لا يا انكل، بابا كان طول الوقت مشغول في الشغل و في العمارات، محدش كان بيشوفه من صحابه خالص. دكتور، دكتور طمني بليز، بابي عامل ايه دلوقتي؟ حالته مش مستقره، مع اني نبهت عليه اكتر من مره بخصوص موضوع التدخين دي، خاصه بعد ما ركب الصمام. اعمل ايه؟ عنيد. طيب يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. حضراتكم تبع الحاله اللي جوه؟ ايوه. طيب هو احنا بس محتاجين حد يحط مبلغ في حساب المريض. طيب حاضر. طب استنى يا اكرم، انا معايا فلوس في العربيه. طيب. استنى. ازيك يا توفيق يا زاهر؟ انت دلوقتي بين الحياة والموت، وده اليوم اللي انت واللي زيك مش عاملين حسابه. ازاي تقبل ان سعيد يترمي في السجن وانت عارف انه مظلوم؟ مين الدكتور اللي كنت بتاخد منه رشاوي عشان يدخل الادوية السامة؟ ايه يا عين؟ حاول تعمل حاجة كفر بيه عن اللي عملته قبل كده. وزارة الصحة. وقتها كان ليا صديق مقرب، فهري، هو اللي عرفني على يه عين. ايوه مندور، ممكن تجيبي تحقيقات النيابه في قضيه مريم رياض؟ الموضوع معوش بالسهولة اللي انت متخيلها يا هلال، المسألة ممكن تاخد وقت. مش مشكلة، المهم انها تجيلي. يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضو؟ موجود الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو يه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب بعقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نعس. انا مش عارف مقفلك ده ليه، عملت ايه يا نهى؟
كلمت صاحبتي اللي ماسكه اعداد البرامج الفنيه وسالتها عن فهره صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سالتها على رقم وقالت لي ده مات من سنتين. استاذ دراز، استاذ دراز، دي الصور اللي انا صورتها وطبعتها لوزير الصحه الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحه وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوه بعمولتي. هو انت بترحم؟ وبعدين انا وانت ايه، مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو، يوه، خليه يدخل. ايه في حاجه؟ بيقول لي حمايه بره. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أأمرني؟ أأمرني؟ أنا عايز أقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وأنت كنت عايز تقابله إيه أصلا؟ عايز أعمل تحقيق صحفي معاه. طيب، هشوف الموضوع ده وأبقى أرد عليك يا عم. أنت عارف إن أنا بشتغل في جريدة معارضة، يعني سهل جدا أتكلم عن تكميم الأفواه واضطهاد الصحفيين المعارضين. والمرة اطلع على نقابة الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخلة كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا الا مصيبة ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحة امتى؟ يا استاذ هلال، في الحقيقة انا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، انا جاي لسيادتك عشان حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وانا سامع حضرتك، اتفضل. أنا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من أكبر القضايا اللي حصرت في وزارة الصحة. أيوة يا أستاذ هلال، بس أنا بقالي أسبوع بس ماسك الوزارة. ما أنا عارف، بس ده برضو ما يمنعش إن اللي أخطأ حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش أي حد فوق القانون. هي إيه القضية؟ قضية المستلزمات الطبية الملوثة اللي حاصل السنة 96. في واحد بريء شال القضية دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقة أنا مش فاكر الموضوع ده. بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلا ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم مفهوم يا أستاذ هلال. عموما الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة وتليفوني موجود. لو في سؤال ما لقيتلوش إجابة سيادتك تتصل بيا في أي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ أنا ما قدرتش أوصل غير لحرفين من اسمه. يا عين، وأنا واثق إن حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقة دي منين؟ وانا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظه واحده من غير ما ارمي الناس دول كلهم في السجن. ان شاء الله يا استاذ هلال اكون عند حسن ظن حضرتك، وتاكد تماما انا لا يمكن ابدا اقبل باي نوع من انواع الفساد في الوزاره دي طول ما انا موجود على الكرسي ده. كما حضورياً بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري السجن المؤمن لما نسب إليه من تهم. أحلى العام!
حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة يا دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. ايه عين وتيه زين؟ انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير ما يعرف. مريم خلفت؟ ايه؟ اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا، اتحرك. في سنة 2000 جالي تليفون من المخرجة المعروفة دالزة، رشحتني بطلة لفيلمها الجديد، وكان حلم ليا أن أشتغل معاها بنجوميتها وأفلامها الجريئة. قريت نسخة السيناريو وعجبني فيه فكرة التحرر. لأول مرة همثل فيلم بيدور عن الحرية الجنسية، بس كنت مترددة. إيه العيب إن إحنا نشوف ونتكلم عن العلاقات الجنسية في أفلامنا؟ ده شيء بقى أساسي في حياتنا، لازم نتحرر من التخلف والرجعية اللي إحنا فيها دي. ورحت الشركة وقابلت بهذه منتج الفيلم. عرفت منه إن الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الذهبي وشركة سيال بلو الفرنسية، ومضيت العقد وخدت العرض. ألف مبروك يا نجمة، ده مش هيبقى آخر تعاقد بينا. دخل السيناريو الرقابة ورفض المسؤول الرقابي ألف ألف التصريح بتصويره. لقيت نفسي مضطرة للدفاع عن الفيلم وأفكاره. فين الحرية؟ وفين الإبداع؟ للأسف الرقابة في بلدنا بتقتل الفن والإبداع. إحنا لازم نتحرر من قيود الرقابة. الفن هو مرآة الواقع، عشان كده لازم يبقى عندنا حرية. حصلت ضجة صحفية كبيرة ما بين صحفيين مؤيدين للفيلم وصحفيين معارضين للفيلم، لكن اللي أنا استغربته إن أسماء صحفية كبيرة كانت بتساند الفيلم ضد الرقابة. وفي اجتماع بشركة الإنتاج قابلت ممول شركة سيال بلو الفرنسية، المسيو شاب مثقف جداً ورجل أعمال كانت دراسته كلها برا مصر وعايش طول عمره في أوروبا ومهتم بالفنون والإعلام بشكل لفت نظر. عارفة يا مريم، هنا في مصر مفيش غير قمع وقهر وكبت. أنا راجع من أوروبا وهسخر كل وقتي لمساندة كل الحريات في كل المجالات، خصوصاً في التعليم والثقافة والإعلام والسياسة طبعاً. والفن هيبقى سلاح، لأن الفن هو القوة الناعمة اللي نقدر نغير بيها المجتمع كله.
انت ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟ انت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال، سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. اه خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك بعلاقاتي انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش. بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده. من غير هو ما يعرف طبعا. الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. اي خدمه تاني يا سعاده اللواء؟ شكرا يا سيدي وشكرا. تحب اكلم لحضرتك الاستاذ هلال ابلغه ان حضرتك مستنيه؟ لا ما هو كلمني وقال لي انه جاي في السكه. شوف انت شغلك. طيب يا فندم بعد اذن حضرتك. جهز القهوه يا جابر. حاضر يا فندم. اهلا 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 منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل. ازيك؟ تمام. انا جاي اعتذر لك على اللي عملته نهى امبارح. يا راجل عيب. عيب تعتذر ايه؟ نقعد يا بنتي. اتفضل. انا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعة وناوي اكشف فيه فساد الوزير. لا 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 اوعى تعمل كده. لا تجيب سيرتي ولا سيرت المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع منظور، انا لسه في البداية والطريق طويل. مش من مصلحتي ان اي حد يعرف ان عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهية. فهمت قصدك ايه؟ انت خايف الناس تعرف وتبتدي تسد في اوراقها مش كده؟ المهم عملت ايه في القضية الجديدة؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجة، المخرجة اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر؟ دي مخرجة برنامج آخر جراء. آخر جراء؟ آخر جراء. أنا أسمع عن البرنامج بس معرفش عنه أي حاجة. دي رئيس التحرير ومخرجة البرنامج والمسؤولة عن كل الأفكار القذرة اللي موجودة فيه. ياما كنت قابلني في الاستوديو وتلحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقه انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعه حاجه زي كده؟ يا هلال في قنوات كتيره مموله، لكن لو الدوله تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصه ويقولوا فين حريه الاعلام. لا ده مش حريه، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اه اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريحي. دقايق والاستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في آخر الحلقة بوجه رسالة لكل أب ولكل أم. سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة وبلاش تراقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. أستاذ هلال مش كده؟ أهلا وسهلا. اسف على التاخير بس حضرتك عارف ان البرنامج هوا. اتفضل. انا مش هعطلك كتير، انا بس جاي عايز اعرف معلومه عن فيلم قديم انت عملتيه. فيلم ايه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. اه ما انا عارف، وحصل ضجه كبيره يعني عشان الرقابه وقفته. الفيلم ده كان بطوله مريم رياض وطارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكلة فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ ياه
بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي ومش عارف مين منتج الفيلم. بهاء ثابت ده شهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم. كل اللي اعرفه ان كان في شركه فرنسيه هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركه اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجه ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا استاذ. طب انت استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيه؟ انا مجرد صحفي في جريده معارضه. ما تقللش من نفسك يا استاذ هلال، انت قامه صحفيه كبيره، وجودك معانا هيكون اضافه عظيمه لينا. انت هتكون مسؤول اعلامي للحمله. بتهيألي في ناس اكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا استاذ هلال، على فكره انا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفيه ضد الفساد، وعارف انك معارض للنظام الحالي. انا مش معارض للنظام، انا معارض لاي غلط بيعمله اي نظام، سواء نظام سابق او حالي او مستقبلا حتى. جرى يا استاذ هلال، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ انت صحفي كبير وعارف اسرار المطبخ السياسي كويس قوي، واكيد عندك درايه بالاخطاء اللي وقع فيها الحكومه دلوقتي. وليكن، الاخطاء دي ادي احنا بنتعلم منها وهي مرحله وبتعدي. افهم من كده انك رافض لفكره ترشحي؟ انا لسه ما عرفتكش كويس، ولازم تعرف ان انا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك اي حاجه غلط هكون اول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. انا عايز اصارح الناس بكل حاجه عني، العيب قبل الميزه، وعشان كده اخترتك انت بالذات. انا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحه في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجه زي دي مش سهل ان الواحد ياخد فيها قرار بسرعه. طب مش تسمع باقي العرض الاول؟ انت هتكون واحد من القائمين على الحمله بتاعتي، ومن دلوقتي لغايه ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر. كويس؟ 20,000 دولار؟ مش شايف ان المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معي. عموما الفلوس مش هي اللي هتخليني اقبل او ارفض. هنزلهم. ازيك يا استاذ هلال؟ ربي، كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده، يعني عايزين منك خدمه صغيره. خدمه مني انا؟ اؤمر. سميح البجوري. مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شويه معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط، احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك، تذكرت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. فضل روبي.
اهلا 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 وسهلا. اكيد جايب لنا معاك خبر سعيد. لسه كنت بقول لبهاء مش ممكن استاذ هلال يتخلى عننا. هتخلى عنكم برضه؟ معقول؟ بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي، ناقصكوا دنيا ظافر وطارق فاروق. طارق؟ واضح ان صاحبك كان عنده حق لما قال عليك مش سهل. صاحبي مين؟ براز، رئيس تحرير الجريده اللي انت بتشتغل فيها واللي انا بمولها. شكله نسي يقول لك انه استفاد كتير قوي من شغله معانا، وانه بياخد مرتب ما كانش يحلم بيه. هو دراز عارف اللي انت اللي بتمول الجريده؟ برضه ما بيردش، انا خايف يكون جراله حاجه. وحضرتك عارف حاجه ومخبيها علينا؟ ايه يا جماعه جو الافلام اللي انتوا عايشين فيه ده؟ هو هيلو كده لما بيكون في شغل ما بيركزش في التليفون. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ مش مهم جبتها منين، المهم ان العدد الطبع والتنويه نزل. ولا انت ناوي تمنعني من الكتابه في الجورنال؟ بالعكس، اكتب براحتك، ده انا حتى نبهت على سميح انك تستمر في مقالاتك لانها حققت مبيعات هايله. يعني هتخليني هجمك في الجورنال بتاعك؟ هي دي الديمقراطيه اللي احنا بنحلم بيها؟ مين قال بس انك هتهاجمني؟ في مقال هينزل في الصفحه الاولى باسمك بتتكلم فيه عن انجازاتي. مقال ايه؟ انا ما كتبتش حاجه. دراز صاحبك كتبه بدلك، يعني انت دلوقتي قدام الناس بقيت معايا وبتساندني. ولو فكرت تهاجمني هتبقى في نظر الناس كذاب. بيني وبينك انا بفكر ان جورنال نبض الشعبي يبقى همزه الوصل بيني وبين الناس. عارف يا هلال، انا الفتره اللي جايه عايز ابقى قريب قوي من الشعب، والجورنال ده لازم يبقى رقم واحد في المبيعات. وطول ما انت مستمر في فضايحك اللي بتنشرها، متابعين الجورنال هيزيدوا، لاننا مع الاسف بقينا بنعشق الفضايح. خلقنا كشعب بقت وحشه قوي. والنبي سيب الشعب في حاله، وما تكلمش انت عن الاخلاق. ولا انت نسيت فضايحك مع طارق فاروق اللي انت قتلته؟ انا ما قتلتش حد، طارق هو اللي انتحر. ما مريم رياض انتحرت برضه. بص يا هلال، انا بمول الجريده والجورنال، بس موت مريم وانتحار طارق انا ماليش علاقه بيهم خالص. والله بقى دي مش شغلتي، دي شغلة النيابه. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسة، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطة وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطة فوق الحا. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا الظاهر ما تعرفوش سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000؟ 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. لا، انا اخد فلوسي كاش. اوكي يا هلال، بكره فلوسك تبقى جاهزه. ايوه دراز، انت فين يا هلال؟ انا كلمتك كتير وما بتردش. هلال انا عايزك ضروري، على فكره انا عندك في البيت. تسلم ايدك على المقالة دراز. سميح قال انك انت ابدعت فيه. لا، انا حاولت الحق. هخلص واكلمك. عملت ايه يا استاذ هلال؟ طمني. ده التسجيل. في اعتراف للشاب ان هو عرض عليها رشوة، وان هو ورا تمويل الافلام اياها، وهو اللي بيمول الجريدة كمان. شهاب ما يقدرش يمول الجريدة لوحده. شهاب أكيد بيجيله تمويلات خارجية بتدعمه يا أستاذ هلال. والله دي شغلتكم أنتوا بقى. أنا ماليش دعوة بالحاجات دي. لا إزاي بقى؟
طب ده فاضل اهم حاجه. ما هو اصل احنا يا استاذ هلال لو مسكنا شاب دلوقتي الراي العام هيتقلب علينا وهيتهمونا ان احنا بنلف قضايا المعارضين للنظام. طب وايه المطلوب مني؟ ابدا. برنامج تلفزيوني صغير حضرتك هتطلع تتكلم فيه وتقول كل اللي عندك وتذيع كمان نسخه من التسجيل ده. ساعتها بقى ولا حد هيقدر يلومنا ولا حد يتكلم معانا. بس في حاجه، دراز كتب مقال باسمي بيمجد فيه شاب والعدد نزل في السوق دلوقتي. الله. طب وازاي هو يعمل حاجه زي كده؟ مش مهم ازاي دلوقتي، المهم ان انا لو طلعت وفضحت الشاب واللي معاه الناس مش هتصدقني. طيب انا هحلها دي. ايه هتعمل ايه؟ هبلغ رجالتنا يوقفوا طباعه العدد والنسخ اللي اتطبعت فعلا يتمنع توزيعها وتتحرز. ماشي. مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه. النهارده الاستاذ هلال قصني وقص برنامج هنا العاصمه بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه استاذ كبير الحقيقه في المهنه وفي الصحافه، فان كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد ان تكون بالادله والوثائق. معانا النهارده في الاستوديو للكشف عن هذه القضيه الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال اهلا بك. اهلا بيك يا فندم. على فكره انا بحب حضرتك كتير يعني. اشكرك. ودايما احب اشوفك في التلفزيون. اشكرك والله. وسلمي لي على الاستاذ عمرو اديب. الحقيقه يعني قولي له يبطل محشي ومكرونه بالبشاميل. حاضر. يا ريت يعني. حاضر. خليني ابدا على طول واسال حضرتك، مين مرشح رئاسه اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفيه؟ المرشح هو شينحه شهاب حامد. وهو الحقيقة عرض عليها فلوس كتير عشان أمسك له الحملة الانتخابية بتاعته، بس أنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا هقولك. هو أصله كان ورا الحفلة اللي ترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين إزاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا أستاذ هلال. أنا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلقى تمويل من الخارج. ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. واظن ان التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي انا ما قدرتش اعمله. بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابه منعته. الغريبه ان الحكومه بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السينما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معنا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسة، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شينحة هتزود نقطة وتكتب شينخة. اه بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. يا سميح وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري.
مليون جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا ظهر ما تعرفوا سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3 مليون. ابيع ضميري عشان 3 مليون. 5 مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. شابين شابين. حسن حسن أمر يا فندم. انا لازم اسافر حالا، احجز طياره على اي بلد. تحت امر سعد. خمسة مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت اهم قرار اخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من اهم اسباب طلاقي من يه عين هو اني احافظ على بنتي نون ميم. انا حامل. احنا مش اتفقنا ان مفيش خلفه؟ الجنين ده لازم ينزل والا هوريك الوش. لانه كان مصر على اجهاضها. طبعا ما اتصدمتش، لان الشخص اللي قدر يقتل ابرياء عايشين على وش الارض كان سهل جدا انه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لانه قاتل بلا رحمه. وبعد سنين من عذاب بعدها عني، اخدت قرار اني اواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان اخدها من الدار وتعيش معاي، والناس كلها تعرف انها بنتي. ومع الاسف القرار كان متاخر، لاني لما رحت الدار علشان اخدها فاجئوني بحاجه ما كنتش اتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محجوب. نون ميم. الاسم نورهان محجوب السيد محجوب. مكان الولادة دار ملائكة الرحمة. أقر أنا أمال محمد حلمي المقيمة في 20 شارع الجزائر بالمعادي، وأنني قد تكفلت بجميع مصاريف نورهان محجوب السيد محجوب، وهذا إقرار مني بذلك، وهي قائمة بدار ملائكة الرحمة. الإمضاء أمال محمد حلمي. إقرار من أمال محمد حلمي. طب لو أمال دي هي اللي كانت متكفلة بنورهان، إزاي وصل الورق ده لمريم رياض طالما إن البنت مش مكتوبة باسمها، وعنوان أمال نفسي عنوان مريم؟ كده بقى في علاقة بتربط أمال بمريم رياض. أستاذ هلال، الحمد لله على السلامة. الله، هو أنت عادي إنك تيجي بدري أوي عن موعدك كده، ولا رؤساء التحرير بيجوا كده، ولا أنت مش رئيس تحرير ولا إيه؟ جورنال قدامك، مكتوب فيه مين رئيس التحرير؟ هلال كامل، الأستاذ هلال كامل. طيب، مش هو ده اللي أنتوا عايزينه؟ ده اللي مكتوب. بس الفعلية بقى؟ لا، فعليا بقى مش بتاعتكم انت، دي بتاعتي انا. انا اللي مسؤول عن الجورنال قدامك وقدام الحكومه وقدام الناس. طالما انت المسؤول قدامنا بقى، يبقى احنا كده مطمنين.
يلا انا قرفت منك، انت لسه بتكذب وبتقوح معايا بتقوح معايا. رد ياض، وانت العيال كلها شاهده عليك، وانا بنفسي اللي مطلعه علبه السجاير والولاعه. لسه يلا هتكذب وتحور، لسه هتكذب وتحور. خلاص 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 بالنبي خلاص. ايه ده يا رحاب؟ العقاب عمره ما كان بالزعيق. الاطفال احباب الله. يوسف؟ نعم. انت عارف انك انت غلطت غلطتين مش غلطة واحدة؟ الغلطة الاولانية انك سرقت علبة سجايري. والغلطة التانية انك شربت سجارة من غير ما تستأذني. من هنا ورايح لما تحب تاخد حاجة تبقى تستأذني. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله لازم بجري على عيالي يا باشا. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله العظيم أنا جوزي عاجز وبجري على عيالي يا باشا. يا رب يساعدك يا باشا ويبارك لك يا رب. بتساعدني يا باشا بأي حاجة. هل في خطة يا فندم لرعاية الأطفال في الدار؟ أيوة طبعاً في خطة على أعلى مستوى، ولو الطفل حس إنه مش في بيته أنا بعتبر إن ده تقصير مننا. وإيه أكتر حاجة بتحاولوا تعملوها يا فندم عشان تفرحوا الأطفال؟ إننا ما نحسسهمش إنهم أيتام، وهي دي الحقيقة. إحنا هنا كلنا أهل ليهم، ودايماً زي ما أنت شايفة كده بنعمل لهم حفلات. راحة الطفل النفسية هدف لينا ونفسنا نستمر على كده. طب وإيه اللي يمنع يا فندم الاستمرار في ده؟ مفيش أي حاجة ممكن تمنعنا من الرعاية والاهتمام بالطفل. الحمد لله أهل الخير بيتبرعوا للدار، ونفسنا بجد إنهم يستمروا في دعمهم ده، لأن دعمهم ده بيحافظ على الصحة النفسية للطفل. واضح يا فندم إن أنتوا بتتعبوا جدا. تعب الطفل راحة لينا يا فندم. طيب وإيه التصرف اللي الدار بتعمله لو طفل مثلا اتصاب أو اتعور وهو بيلعب؟ في حاجة يا فندم؟ أيوة فكرتيني بعمر. عمر ده طفل عندنا، مرة يا حبيبي وقع وهو بيلعب، قلبي اتكسر علشان رجله اتكسرت واتشرخت. شلته بنفسي وجريت للدكتور وسهرت بيه طول الليل وما عرفتش أنام لغاية ما حسيت إنه خف وبيجري قدام عينيا. كلنا توجعنا، متعرفيش توجعنا من قلبنا قد إيه. ربنا يكتر من امثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بام زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك مش قادر اكمل. انا اسفه اني فكرت حضرتك. احب اقول لكل مشاهدينا انه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم انسانيه وطيبه الاستاذه ساميه. كان عن بنت موجوده عندكم هنا في الملجا. ثانيه واحده يا رحاب. نعم. شوفي الأستاذ هلال يشرب إيه الأول. حضرتك تشرب إيه يا فندم؟ أهو مظبوط إن أمكن تأمرني. حاضر. اسمها إيه البنت اللي عايز حضرتك تسأل عليها؟ نورهان محجوب السيد محجوب. أنا ما عنديش واحدة بالاسم ده. دي شهادة ميلادها وصورتها كمان. آه نورهان افتكرتها. انت بتسأل عليها ليه؟ هو في الحقيقة اصلي لما اختي توفت فلقيت الورق ده موجود في الدولاب بتاعها، فحبيت اعرف مين البنت دي. هي كانت مقيمة عندنا هنا وسابت الدار من فترة. طب ما تعرفيش ممكن الاقيها فين؟ من ساعة ما مشيت ما اعرفش عنها حاجة. طيب امال ومحجوب دول مش هما ابوها وامها الحقيقيين؟ لا طبعا، الاطفال لما بيدخلوا عندنا الدار الموظف بيطلع لهم شهادات ميلاد من وزارة الصحة وبيسجلهم بأسماء جوزفية. طيب ما حدش كان بيجي يزورها؟ لا ما أقدرش أفتكر طبعا. طيب أنا آسف للإزعاج. طب والقهوة؟ بعدين بقى إن شاء الله. تفضل حضرتك الملف. شكرا.
ده هو يا استاذ رحيم. انت شايلاه كده ليه؟ ما ترزعيه في مكانه. بس اصل انا كنت عايزه اقول لك ان انا عايزه الواد الاولاني بدل ده. احسن الواد ده تقيل عامل زي الرزيه، انا كتفي خدل من كتر الشيل. طب مش وقته الكلام ده، بعدين حطيه على اي مرتبه دلوقتي. وانت يلا يلا قدام. انت نوران؟ ايوه. انا بدور عليكي بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتك. تعرف ماما امان؟ لا، امان مش والدتك. والدتك الحقيقيه مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض الممثله. انت شكلك تقلت في الشغل. طب ما فيش مكان هادي كده نقعد فيه وافهمك على كل حاجه. هيثم. خليك مكاني بس شويه. اوكي. طيب. هو انت ايه حكايتك بقى؟ وايه موضوع ان مريم رياض تبقى امي ده؟ مريم رياض تبقى امك فعلا؟ لا والله، والمفروض ان انا اصدق بقى. ليك حق تستغربي، بس لو سمعتيني هتفهمي كل حاجه. انت مجنون يا راجل انت، ولا انت مين اللي حدفك عليا؟ وبعدين انت تعرف مريم منين اصلا؟ فاكره الرسمه دي؟ مريم فضلت محتفظه بيها لغايه ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وايه الظروف اللي تخلي امي ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين انت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني اصدقك عادي؟ مريم كانت رايحه تعترف بيكي وما لقيتكيش. وقتها كنت هربانه من الدار. تعرفت منين الحاجات دي؟ الصوره دي جبتها منين؟ انا جاي لك عشان الورث اللي ليكي. وعشان اساعدك توصلي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للي قتل مريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت متعرفهاش عن مريم. اديني فرصه افهمك. هي انا رايح فين؟ 10 دقايق وجاي استناها. نوران راحت فين؟ في راجل كبير عدى عليها دلوقتي، خدته ودخل. دلوقتي شقة مريم من حقك. حتى لو اللي انت قلته ده صح، انا مش عايزه منها حاجه. بصي انا مش هدافع عنها، بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. كل اللي انت هتقوله مش هيعوضني حاجه عن اللي انا شفته. انا عشت نص عمري في الشارع ونص التاني في ملجأ. طيب مش عارفه تعرفي مين ابوك الحقيقي؟ وهتفرق في ايه لو عرفت؟ ايه بقى؟ مش هنشوف شغلنا ولا ايه؟ ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه كلميني. على اذنك. لما هو مفيش، قلب خليتك على الزباين ليه؟ التليفون بيرن وما بترديش، مش يمكن في مصلحة؟ عادي يعني، بريح شوية. لا مش عادي. من ساعة ما كنت مع الراجل ده وأنت قلب خليتك ومش على بعضك، في إيه؟ وإيه الجديد؟ أنا مش على بعضي من زمان. أنا لو منظور شكري. خير يا باشا. ايه مش فاكراني انت؟ مفيش، اتفضل. طيب طبعا اتفضلوا اتفضلوا. ما تخافيش. يا هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ زينب يا باشا. الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ سبته النهارده عند اهل ابويا يا باشا. واهل ابوك ساكنين في دار الايتام؟ بص في الصور دي كده يا زينب، يمكن يفكرك يعني ابوي يبقى فين. شوف 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 شكلك حلو انت والواد شيلاء، شكلك حلو قوي قوي قوي. الواد ده مش ابنك صح؟ والله يا باشا انا ما طبعا كده عندنا محضر خطف طفل
والتستر على مجرم، ده غير طبعا محضر التسول. ويا ترى لما نكشف على ملفها هنلاقي تاني؟ لا هي هتتكلم صح زينب؟ زينب انا عايز اعرف كل حاجه عن دار الايتام دي، والواد اللي كان معاه كده ايه علاقته بالدار؟ انا يا باشا ماليش دعوه بحاجه، انا دوب اجر العيال دي باليومين الدار. يعني ايه بتاجريه؟ يعني بروح اول اليوم اخده اسرح بيه وارجعه اخر النهار. ومين اللي بيأجره لك؟ الست سامية. قولي كل اللي عندك وخلصينا، احنا مش هنسحب منك الكلام كلمة كلمة. يا باشا انا كل اللي بعمله اني بأجر العيال دي من الدار. سامية بتشتغل الشغل ده مع ناس كتير قوي غيري. وازاي يبقوا ايتام ومتسجلين في الوزارة وتاخدهم تشحتوا بيهم؟ وزارة ايه يا باشا؟ العيال دي ملهاش دعوة بالوزارة. زينب الموضوع كبير يا زينب، بدل ما تروحي في داهية قولي كل حاجة. يا باشا العيال دي مخطوفة، في ناس بتخطفهم وبتجيبهم لسامية. سامية بقى في منهم اللي بتأجرهم لنا وفي منهم اللي بتبيعهم. بتبيعهم ازاي؟ ما هو انت يا باشا علشان تتبنى عيل من الملجأ بيبقى فيه قوانين واجراءات وحاجات عاملها الحكومه. في ناس بقى بتبقى مستعجله او مش عايزين حد يعرف انهم ما بيخلفوش، دول بقى بيدوروا على العيال اللي هم ملهمش ورق عشان يكتبوهم على اساميهم، وسامية بتظبط لهم ده كله بتمنه. وفي برضه الرجاله اللي هم بيبقوا غاويين يشتروا بنات، ودول بقى بيبقى تمنهم يعني غالي شويه. مش معنى البنات يعني يا باشا بتبقى لما اغزر رجاله ناقصه بيحبوا الحريم الصغير. سامية بقى تستنى على البيت كده تبقى 13 14 سنه وتبيعهم للراجل من دول، هو بقى يشغلها عنده شويه وبعدين يتجوزها، يشغلها عنده شويه وبعدين يرجعها الدار بعد ما ياخد غرضه منها كده يعني. طب والولاد؟ لا الصبيان بيبقى لهم سكه تانية، دول بقى يسرقوا سرقه يبلطجوا على حد، لما اغزه ينزلوا مظاهره يعملوا فيها قلق. والعيال دول مكانهم فين؟ هما جوه الدار يا باشا، بس فين بالظبط انا ما اعرفش. انا كذا مره اسال عيال هناك بس بيخافوا يقولوا لي، بس سامية تعتبر مربيه لهم الرعب يا باشا. ومين بقى اللي بيخطف العيال دي؟ واحد كده اسمه العتر، هو اللي ليه في السكه دي. مين العتر ده؟ عيب عليك يا ابله رحاب، ده انا العتر. ما انا عارفه يا اخويا انك العتر، امال انا طالباك انت بالذات ليه؟ بس خلي بالك مش عايزه غشوميه وشغل جنان. كل اللي طالباه منك تتقصي على البت نعيمه. انا عايز اعرف البت دي ما بقتش تيجي تاخد العيال من الملجا ليه؟ وبعدين البت زينب حورت عليا حوار كده من الاخر مش داخل دماغي، قال ايه نعيمه عيانه وعايزه اجازه، فهمتني؟ اعتبريه حصل، هجيب لك خبرها. نهار اسود عليا وعلى امي وعلى اللي خلفوني يا عم. لسه بقول لك مش عايزه مشاكل، قصدي يعني هجيب لك اخبارها حالا من البنت زينب. ما انت عارفه انها بتكش مني. امال انا جايباك ليه؟ ما عشان الكشه دي. بقول لك ايه، افتح لك شنطه العربيه، انا اخد معانا شنطه فيها زيت وسكر وشويه حاجات للبت زينب. زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها هتجيب شنط ولحمه وتصرف على الشارع ده كله، تقولي لي زيت وسكر؟ تصدق عندك حق، يلا انسى. تيجي معانا دلوقتي على الاسم، تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار وسامية واللي اسمه العترة ده. يا باشا اسمي انا كده هروح في ده. اسمعي بس يا زينب، ما انت لو ما اعترفتيش هيعتبروكي متهمة، لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهدة. اه وكده نقدر نحميكي. ست رحاب مالك يا بنت متلبشة ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب، وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها، اخوها، مالكش فيه. وبعدين انا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام هيبقى فعل. يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا،
هنروح احنا مشوار تاني. يلا انا ما قلتش حاجه والله ما قلت حاجه والله ما قلت حاجه. بتقري علينا يا بنت الكل. ايه مش فارق معاك حد؟ احنا شامينك يا بنت. بقول لك ايه، هتنطقي وتحكي اللي حصل ولا اكلم ساميه واخليها هي تتصرف؟ والله العظيم غصب عني الراجل اللي هو اللي وعده مصورين كل حاجه. ابو سيدك وحبيبي وماله، الرحمه بتجوز على الميت. اللي انت عملته ده يا متخلف انت. اللي انا عملته ده عشانك يا ست ساميه، ولا انا كنت عايزاني اسيبها لحد ما تروح للبوليس؟ تقوم تقتلها يا غبي، وانت كنت فين يا حمار انت؟ وانا لحقت اعمل حاجه؟ ده في ثانيه كان مطلع المطوه من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبيه. امسكي ده مفتاح شقتي القديمه، تختفوا فيها لغايه ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبه دي. ما هو عشان نختفي محتاجه شويه قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك وغرفه 60 داهيه وما تظهروش لغايه ما اتصل بيكم. يعني ايه؟ هستخبى؟ انا ما عملتش حاجه. انت مش كنت هناك لما هلال ده شافكوا؟ اتفضلوا بسرعه روحوا على الشقه وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكوا ولا يحس بيكم. يلا اتفضلوا. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل، العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف هي مخبية العيال فين. هناك هم. Thank you.
بائع الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية، لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صداد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون، وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. فعلا سافرنا وصورنا أول يوم، وتاني يوم وإحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزة أخرج واستفيد باليوم، أخدت الكاميرا معايا عشان أتصور. وأنا خارجة من الأوتيل قابلت صداد خارج ومعاه شنطة في إيده، ولما سألته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحاب. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعيه اللي في المكان، خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه اللي اكتشفت إن فيها فلوس. الشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي مصدقتش اللي شفته، مخدرات. لحد ما وصلنا المطار قلت اكيد هيتمسك، لكن اللي حصل اني ما شفتش الشنطة اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار. وقلت أكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا معاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت إن في حاجة غريبة حصلت. إيه هي؟ مش عارفة. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير. ورجعت له العرض. أنا كده كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبة، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة اني قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وانا منهارة، ازاي اسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة إني ماليش جمهور، وهو في الآخر تاجر مخدرات وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. إنه حقاً طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات، صاد ضاد. تعال يا نوران. أنا أسفة والله، أنا ما كانش قصدي أتصنت. هو إيه اللي حضرتك عامله على الحيطة اللي هناك ده يا أستاذ هلال؟ مريم كاتبة في مذكراتها أسامي ناس كبيرة ومهمة متورطين في قضايا فساد. آه، والكلام اللي على الحيطة ده ليه علاقة بالقضايا دي؟ بالظبط، أنا أصلي بحاول أوصل للأسامي دي. أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. آه. رد رد
لا ما انا مش عايزه ارد ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. رد بس رد. الو انت ما ترديش عليا ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين يا روح امك؟ تجيبيها بالذوق بدل ما اجي اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجيلك على طول. ايه في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم. طب انا هاجي معاك. لا 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 حضرتك خليك انا مش عايزه اتعبك. يا نهار اسود زومبي في الشارع. في ايه يا زيزو؟ ده وقت فرجه على افلام رعب. افلام رعب ايه ده بجد؟ اهو شاب في احدى صالات الديسكو يتحول لزومبي بسبب مخدر فليكا. هو في ايه؟ ده نوع مخدرات منتشر بره مصر بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. بيرفع درجة حرارة الجسم فجأة وبيخلي الإنسان مش قادر يسيطر على نفسه بيبقى عدواني جدا. هو حصل فين الكلام ده؟ في ديسكو الفيديو هو. طب إيه الناس اللي بتاخد المخدر ده بيبقوا مدمنين بعد كده ولا بيرجعوا طبيعيين تاني؟ معظم مدمن الفلاكة بيموتوا في الآخر يا اللي بالانتحار بسبب الاكتئاب يا اللي بيتجننوا لأن عقلهم مش قادر يرجع زي الأول أو بعد فترة بقى بيموتوا لما وظائف الكلى توقف. ده الكلاب بتاع مهام. مهاب مين؟ لا لا انا بس افتكرت حاجه عن اذنكم. لا لا استنى في انت خفتي ولا ايه؟ لا اقعدي اقعدي ما تخافيش احنا بعد كده نمسك شوت جان في ايدينا بقى واي زومبي نلاقيه معدي في الشارع نديله بطلقه في الراس كده عشان الزومبي ما بيموتش الا بطلقه في الراس. وحشه؟ قوي. ازيك يا خير؟ اهلا اخويا. بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكه ده تخرجني منه. افهم يا غبي اللي حصل ده عادي واحنا ملناش دعوه بيه خالص. يا حاج ملناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بنتك انا هتخرب الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله ده نفرين كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج انا مش هشتغل في حوار الفلاكه ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ وبعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتك انا هتخرب. الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل. مالناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه. الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض. بص عدى صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه سنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما روحش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك. بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنت، عيب. وكنتوا تفرقوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود هي القيامه قامت. ده بجد يا بابا لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مسدس حضرتك؟ مسدس. انا اسف جدا الظاهر ان انا دخلت غلط. هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ أنا مش عايز، أنت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي أنت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايتيلين. الجرعة دي بتفقده الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاثنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش.
حاضر 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 يا حبيبتي حاضر. صبريني يا صبرين ده ايه ده؟ بالراحه بالراحه. لا بقولك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازه دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر ايه؟ اقلع. حاضر يا صابرين بالراحه. اقلع حاضر بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على الحامي كده. بص هخش بس غير هدومي ياخد دش. طب خلاص 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 يا ستي، مش عايزين نكد، احنا ما صدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي انت تخشي دلوقتي تقلعي تقلعي قصدي تقلعي يعني، وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس بأي حاجة قول على نفسك رحمن رحيم، تبقى لو اجيب الشريط بأسرع وقت. ايوه زكي. الو عالمي. كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديتهوله. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني ثواني ثانيه واحده. طيب خليك معايا. خد الرقم عندي. 0 ايوه 2 تمام خلاص كتبته. يلا بسرعه كلمه وخليك وراه لغايه ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس عماد. الموضوع كده شكله يقلق بصراحة. الليلة ترارارارا ترارارارا عرسنا الليلة. ألو ألو لا مؤاخذة، هو حضرتك مين؟ انت اهبل؟ انت بتكلمني في انصاص الليالي عشان تسألني انا مين؟ اه صح. طب معلش يعني انا اسف، انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحة وكانت مكالمة مقلقة قوي. يعني انت قلقت فانت بتقلقني النهاردة؟ ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير، وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب عمال يعدي، شكل حفيدك هيودعنا. انا جبت الشريط يا استاذ. خد منه الشريط ودخله. ايه ايه تعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص زيزو يلا نلحق زيزو. ايوه صلاح بيه كده، المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه يا حاج، شريط الفيديو معايا، 10 دقايق بعدكم. مهاب استلم الشريط كده، الدنيا امان على الله، ما يكونش اتعمل منه نسخه تانية ولا تانية ولا تالتة كده. احنا
ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. انا طلعت الملاحه ده مجلس النواب. طب اشوف الكلام ده بعدين. هاتوه. سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، واني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة، وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات. مالك؟ إيه اللي مضايقك؟ الصحفيين بيطردوني في كل مكان، ما عندهمش سؤال غير إنتي مؤهلك إيه؟ وأنا مش قادرة أقول لهم إني تعليم متوسط. ولا يهمك، محلولة عادي. تحبي يبقى عندك شهادة ماجستير ولا دكتوراه؟ مش فاهمة. نضرب لك شهادة مزورة، ولما حد من الصحفيين يسألك شهادتك إيه؟ تحطها له في عينه. انت عايزه توديني في داهيه؟ ولا داهيه ولا حاجه، ما انا قدامك اهو معايا شهاده قد الدنيا، ولا حد سالني جايباها منين ولا حد خد باله. هو انا هفضل العلم ولا للشغل؟ واديكي شايفه اهو الناس كلها يقول لك الدكتوره راحت، الدكتوره جت، الدكتوره جت، الدكتوره راحت. هو انت مين اللي زور لك الدكتوراه بتاعتك؟ جوزي. أصل هو بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، هو اللي عمل لي الشهادة بتاعتي. حوصيه عليكي يعمل لك شهادة مؤهل عالي، واختمالك بختم مدور كبير كده بارز. أنا أول مرة أسمع إنك متجوزة. أصل أنا متجوزة في السر، هو اللي مش عايز يعلن. أصل هو بيشتغل في مركز حساس. وفعلا أخدت الشهادة، وغيرت كل أوراقي على أساس الشهادة الجديدة. وبعدها بثلاث شهور جوزها كاف ألف جالي شقتي وبدأ يساومني. بصراحة كده أنا من أول ما شفتك وأنا معجب بيكي وعايز أتجوزك. أصلا أنا بحب الحلال أوي. تتجوزني؟ أنت مجنون ولا شارب حاجة؟ أنت عملتلي خدمة وخدت تمنها. لا 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 كده نزعل وزعلي وحش أوي. هي خلينا سيح وأقول إن الشهادة بتاعتك مزورة. انت عايز ايه؟ 50,000. ساعتها خفت من المشاكل، وما لقيتش حل الا اني اروح لمراته اللي عرفتني عليه واشتكي لها. احنا انفصلنا عن بعض من شهور، بس هو عمل معايا زي ما عمل معاكي بالظبط. لما طلعت له شهادته الحقيقيه وقلت له ان انا هفضحها وهوديها له مكان شغله، خاف، اترعب، وقال حق برقبتي. ليه؟ هو معاه ايه؟ دبلوم، ومزور شهادة المؤهل العالي، ومزور شهادة ماجستير، بس أنا معايا شهادته الحقيقية، خبيتها من وراه من زمان وخليتها معايا للطوارئ. طب أنا أتصرف إزاي؟ أنا مش ناقصة شوشرة؟ خلي الشهادة دي معاكي، لو كلمك تاني وهددك قوليه إن هي معاكي، وقوليه إن أنتِ هتطلعها له وتفضحيه. وساعتها قدرت أخلص من زنه عليا، وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مدارية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا، إزاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده؟ بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. ما كانتش مجرد دعوة للحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. زيزو،
هلو، ايه ده؟ انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت إجابة الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحاني؟ انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ امك بقى كان ليها حق لما قالت لي ان انا ما عرفتش اربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف انك انت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب ابوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش انا. انا ما عملتش حاجه غلط. اللي انت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع ايه في الاخر؟ ولا حاجه. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها اصلا. انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهم. اقفل الصفحه دي حالا. حاضر. انت عرفت منين اسئله الامتحان من قبل ما تدخل؟ ابو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. ابو فادي؟ اه. وابو فادي ده بيشتغل ايه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهوله دي؟ اللي اعرفه انه ماسك المناهج بتاعت وزاره التربيه والتعليم. اه. اسمه ايه؟ اسمه كمال. كمال ايه؟ والله ما اعرف. قال له طب يلا الحق الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا، هلال كامل الصحفي المشهور ده. انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد، مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة، وآخر حاجة بقى كان بيسرب امتحانات الثانوية العامة. مش فاهم قصدك، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزورة خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض أو نعيمة اللي بقت نريمان. أنا بحذرك تنسب لي أي حاجة أنا ما عملتهاش، وإلا في أساليب قانونية هستخدمها ضدك، وخصوصاً إنك ما عندكش أي دليل ضدي. الدليل أنت عارفه كويس. فادي ابنك. فادي؟ وإيه علاقة فادي ابني بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اسأله قبل الجهات الأمنية ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكرة أنا اللي هبلغ عنه. ايوه يا فادي، اسمعني كويس. انت قلت لمين ان انا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اجيب الفلوس منين. ما اعرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفه. بقول لك ايه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتيش في الفلوس هتصرف انا. حددت المكان؟ حصل يا باشا. يا بقيت كده يا معلم؟ بتبان جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح له الشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عرف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو. اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم. مكتب الزهور. بالعلم ننير سماء الكون. Thank you.
التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال ده وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثة هامدة فيما يجب ان يكون. بصراحة مش متفائلة، يعني حاسة في حاجة. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال، انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجة؟ لا ابدا. لا ما انت قصدك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني. ها قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسة فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجة. اهو اهو كده بقى، يبقى في مشاكل. لا في قضية جديدة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وعدت فترة كبيرة في بيتي من غير شغل لغاية سنة 2004، وفي يوم كنت عند الكوافيرة بتاعتي سين ميم، وتعرفت هناك على نون فهم، كانت مذيعة في برنامج ديني على الراديو. مريم يا نهار، وحشتينا وحشتي جمهوري. انتي فين مختفية؟ مش لاقية سيناريو كويس. بس طب بصي، احنا بنعمل مسلسل ديني في الإذاعة، ما تيجي وتشاركي معنا في البطولة؟ هشوف وقتي وبكلمك. يا ريت. رحت البيت وانا عندي راحة نفسية للموضوع، حسيت اني دي رسالة من ربنا ليا، يمكن بيبعدني عن الفن وعايزني اقرب منه. اخدت قرار واتفقت مع نون فيه على معاد، وفعلا رحت ماسبير ودخلت الاستوديو اللي بيسجلوا فيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، نورت الاستوديو. ميرسي يا حبيبتي. هو احنا هنسجل امتى؟ حالا، اول ما سيدنا الشيخ يخلص تسجيل البرنامج على طول. ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
ربنا يا اخوانا مستنينا، مستنينا نرجع لطريقه، لطريق الحق والرشاد. ربنا مستنينا، مستنينا نرجع له، مستنينا نتوب نرجع لطريقه. وهو مدد لنا ايده، مادد ايده لينا، باسط ايده لينا سبحانه وتعالى. قد يسألني سائل ويقول لي يا سيدنا ايه هي علامات التوبة؟ اقوم اقول الندم، الندم على ما مضى من ذنوب، والعزم الأكيد ألا نعود لمعصية ثانية أبدا. ربنا من فضله وكرمه علينا فتح لنا أبواب التوبة على مصراعيها سبحانه وتعالى. هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا غفور يا تواب يا رحيم، سبحانك يا الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا أنتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير معاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت الكبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة ادوات مدرسية جنبنا هنا وانا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الأطفال دول، هم المستقبل. عم إبراهيم، عم إبراهيم أهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك في أخوك وفي كل اللي ماتوا، ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا. بس إحنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. أدينا بنحاول أهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومه عن الحادثه. القضيه اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومه بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجر يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العماله. ولما العماله اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحله اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول يا باشا. سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطه اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه؟ ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني هو
عم إبراهيم أنت إزاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا القرآن من أكتر من 30 سنة، وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني أنت بنتك راحت على إيد الإرهابيين اللي بيدعوا الإسلام وأنت أديك قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ آه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. آه راجل مؤمن قوي قوي قوي. آه ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ انا اللي بسال في ايه على فكره؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي. يعني بتعرفي انت يعني؟ لا بس هنسال اللي بيعرفه. اصلك ساكت يعني من ساعه ما قعدنا مش فاهماك. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجه؟ ازعل منك ليه يا رضا؟ اه فهمت دلوقتي انت متغير معايا ليه؟ مين نورهان دي؟ في ايه؟ من نورهان دي واحده صاحبتي عادي يعني. اه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الاول ولا بتسال عليا. تمام انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع وقولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الإرهاب ما بيفرقش يا أستاذ هلال ودي مش أول حادثة تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن أو بنت أو حد من قرايبهم كان راكب الأوتوبيس ومرجعش. ولاد الكلب، ولاد الكلب، لو شفت الغل اللي في عينيهم يا أستاذ هلال وهم هاجمين على الأوتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الأول وفي الآخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ أمال دي ايه يا أستاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي ملعوبة. واضح ان الاخوة الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيرة محتاجة علاج. مهم تكافوا انتو طلبية دي علشان اليادة ما بيدروحش لجيش والاحتلال بس. الكلية المطلوبة في الشنطة ودي نتائج تحاليل الناس الجديدة. هيكون جهازين امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد عندنا 7 رجالة وصحتهم حديد. خلاص تمام أكلمك. بلغ سلامي للإخوة في سينا. المجموعة اتقبض عليها؟ ومين اللي هرب؟ بلغوا إن العملية اتلغت مش هعرف أعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي أنت فيه بأسرع وقت حالاً. أنا لازم أتصل بأخويا مؤمن عايز أطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وأجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش. أنا لازم أتصرف في التليفون. أنت اتجننت؟ التليفونات ممنوعة علينا. احنا هنا في جهاد مش في رحلة. اخوك لو حصل له حاجة هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا. امرني. الامر لله.
عاطف مدير مركز شباب أطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي تقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. عشرين شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الأوتوبيس اللي حصلت سنة 2004 والشباب اللي انت تجلت بعضها انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى لها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعوا لنا. احنا انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا؟ هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم؟ علي الطلاق ليولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما أهل الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. وانت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي، عموما يا ست انا هسيبك براحتك ومش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايز اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحب. لا انت قلت زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم. صحيح. أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي انت قلت زيزو دي أهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أوعى يا عم، أوعى يا عم، أوعى يا عم، أوعى يا عم، رضا، أوعى يا رضا، يا رضا هات الموبايل. وهتعمل إيه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبل يوم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهل خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايه يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشايه. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية وزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه البرسنل. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجة انت اللي هتدفع الفاتورة. انا مش هستنى حد. هتدفعها. استاذ هلال،
نهار اسود استاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الورد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ يضحك يضحك. ايوه كده. اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طاهر. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده. اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغوا الحكومة. We'll be right back.
الو ايوه يا هلال هلو اخرس يلا وانا مش سامع وقلت لك الف مره يا هلال قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني اوعى تلمسه انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم انا حكومه الحكومه اللي واقفه لنا بره بحصرنا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي تعبك يا هلال انك كنت فاكرنا بنهزر نسيت ان الدم عندنا مباح ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في برك من الدم برضو الدم عندي مباح زيزو ما تخافش حبيبي اهدى هنا اهدى حقك عليا يا زيزو ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف انا مش عايزك تخاف خالص بعدين ده انت اللي معلمنا ان انا ما نخافش اوعدني انك مش هتخاف يا هنا اوعدك حبيبي وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها انا بحبك قوي يا هنا وكلنا على الحي الذي لا يموت زيزو وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا
ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب إن شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي أكبر شركات في البلد. ما هم حطوا إيدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الأسعار زي ما هم عايزين. ده أقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن، الورق ده هيساعدنا جدا، وفي أسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. تعرف المشكلة فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. ما كتبتوش حاجة جديدة؟ نكتب عشان مين يغني؟ حدش لي نفس رضا وانت أول. قولوا لي يا أولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقة، ليه جمهور على فكرة، وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزة حش رقبيهم. هو مين فيكو أقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم أقرب ناس لزيزو. انتوا عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامة. ان شاء الله. شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات، بس مدي عشان اخر موقف بيننا كانت خناقه وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، لا انا ضايقته ولا هو ضايقني، قاعدين هما السبب. مش ذنبي ان ابويا طلع مزور، وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكدابه اللي حوالي، لان انا عارف انها جايه من سكه شمال، ودي اخرتها. وديته في داهيه وخسرتني صاحب عمري. لا، لو على صاحبك ما تقلقش، زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت، ده هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدري اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق، ده برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبه انت اللي بتقولي كده، مع ان انا عارفه انت عايز تقولي انا بابي استجناه وغلط، بس ان شاء الله هو هيطلع يرجع وسطينا. بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق، ما تزعليش مني، ما كنتش اعرف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. لكم ايه؟ انا جت لي فكره مجنونه. هلال دخل عماره شقه مريم دلوقتي. لا يا باشا مش لوحده، كان معاه واحد. ماشي يا باشا، ماشي. دور بضمير يا هلال. ضمير ايه؟ انا بقيت حافظ الشقه دي اكتر من بيتنا. في سنة 2009 كنت عايزة أرجع تاني للأضواء زي الأول. بدأت أعمل حفلات في بيتي وبقى يحضرها أصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامة. كده عندك حق، نقدر مزاجنا بقى وندور على الرواقة. انت مش كنت بطلت؟ ومش هرجع للمدعوقة دي تاني ابدا. هلال انا هبدأ ابطل من بكرة، هاخد دول. استنى بس، تاخد ايه؟ رجع كل حاجة زي مكانها. انا مش هشربهم، هرسمهم. رجع الازاز مكانها. استنى، صعبت عليك صح؟ امسك. دور. الدليل يا دين النبي،
هلال، احنا نروح نقعد عندي في البيت ونشوف السيديهات والشرايط دي عليها ايه بالظبط. اه، وناخد الازاز دي معانا عشان نحتفل. الله ينور عليك. امشي اطلع بره. هدي امشي اطلع بره. اطلع بره فين؟ مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك مستنينك، واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك، مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك مستنينك، واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك، مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. مش باخد رأيك يا محمد، شركة حديد أسوان هتشتريها زي ما قلت لك، والعود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز أسمع مبروك يا بسيوني بيه. ابعدني عن أنا ما كنتش أعرف إن الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على إيه؟ أصل شريط الفيديو اللي جالي وإنت مع ياسمين بيقول إنها بتحبك. ها؟ هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسية مسكنة على ناس عشان يجبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول اكبر رجال اعمال في البلد كلها. وعشان كده قتلوا مريم. ايوه بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الاسطوانه الاولانيه ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم، ده اللي بيمشي كل حاجه في الدنيا دي من بعيد. انا لازم اكلم رؤوف. ايوه منا زيزو فاء. الله الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا زيزو فاء. مبروك يا حبيبي. الحمد لله كان كابوس. الحمد لله. اتفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري. كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي. ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقة اللي انت بتدور عليها، وأول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال، اللي زي لا يمكن يقع، لأن لو وقعت البلد كلها هتقع. لا، البلد دي مش هتقع، ولو في ألف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنتوا خلاص بقيتوا بره السلطه؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمه غلط. احنا بقيناش بره السلطه، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم، زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت، عرفت اكتر من اللي لازم تعرفه، مع اني اتصلت بيها وحاولت انقذها، بس طلعت غبيه رفضت. اهلا يا مريم. اهلا. معالي الوزير بلغني ان سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل. انا عرفت ان الدكاتره هنا في مصر يشكوا ان احتمال يكون عندك مرض نادر، مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. أنا قدمت طلب لوزير الصحة عشان أسافر أتعالج على نفقة الدولة، بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس أنا أجبرته إنه يمضي قرار سفرك برا البلد، والقرار أهو. أنا مش عارفة أشكر سعادتك إزاي.
انت فنانة كبيرة، ياما امتعت الجمهور المصري بأعمالك العظيمة، حقك ان البلد تقف جنبك، بس على بال ما نخلص لك اجراءات السفر انا محتاجك في مهمة وطنية. تحت امر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الاسبوع اللي جاي، انا عاوزك تلازميه طول فترة اقامته في مصر. انت هي خدمة قصاد خدمة. السياسة كل شيء مباح. ده سياسيت كنتم. اوعى تفتكر ان حكاية الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجة غريبة جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غادة بنتك متورطة في قضية تجارة الأعضاء؟ انا اسف. على فكرة انا اللي قلت لجمال يوصل لك الورق ده كله. غادة ندمت على اللي كانت بتعمله وتغيرت. المشكلة فيكم انتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي انت بتشتغل فيه بتاعنا ورئيس مجلس الإدارة اللي مشي كان من رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات ويبقى لعبة في ايديكوا وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط. بس اللي ما عملتش حسابه أبدا ان مذكرات مريم رياض تقع في ايدك. أنا تأكدت من المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. أنا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي إنها ناوية تنشر مذكراتها وجايبة فيها سيرتنا، بعت لها اللي ينصحها ويقول لها لا بلاش، بس هي طلعت غبية وعنيدة. وبعد عمال تقول لي بتقتلها قتلتها قتلتها. أنا مش فاضل الحاجات دي. أنا ما قتلش، أنا أمر وحازم ينفذ. أهلاً يا هلال بيه. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، وهو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذك يا شريف باشا. هو القتل سهل عندكم كده؟ قتلته مريم رياض وقتلته ابتسام فهمي وبسيوني ناصر، ضحيتوا بيه عشان يبقى كبش فدا ليكم. استنتاجك في محله، بس خساره، مفيش اي حاجه تثبت الكلام اللي بتقوله. كميات السكر ولبن الاطفال اللي معاك قلت عليهم اتخزنوا واتمنع نزولهم السوق. طيب عايزك تقابل حسام الرشيدي،
حاول تخلص معاها صفقة أرض الساحل وحول عمولتي على حسابي في سويسرا. إيه رأيك في اللي سمعته؟ أنت جبت التسجيلات دي منين؟ بسوني كان بيسجل لك عشان يأمن نفسه، مراته شكت فيه، سرقت التسجيلات عشان تأمن نفسها، اديتها لمريم رياض، مريم احتفظت بيها عشان تأمن نفسها، لغاية ما وصلت أنا للتسجيلات دي. يبقى التسجيلات دي لازم تدفن، وإنت هتدفن معاها. الله يرحمك يا هلال بيه. نسيت أقول لك، مش أنا قدمت التسجيلات دي للأمن الوطني عشان أأمن نفسي. حسن نفس. مؤاخذة يا أستاذ هلال، أخرت عليك. أهلا يا رؤوف. رؤوف بيه ضابط في الأمن الوطني. احنا بقى نتغدى هنا عشان نعرف الحرامية دول بياكلوا ازاي. معلش يا ماما، يعني تعبتك معايا. تعبك راح يا حبيبي. حبيبي؟ ايه ده؟ وانا لسه بحلم في الغيبوبة ولا ايه؟ كرأي يا ولد، لما أم تقول لابنها يا حبيبي يبقى بيحلم في الغيبوبة برضو؟ لا مش قصدي يعني، بس أنا فاهمة قصدك كويس، وإن شاء الله ربنا يقدرني ويعوضك عن كل اللي فات. سيبك من الكلام ده كله، ربنا يخليكي لينا. هنبات هنا ولا ايه؟ البيت وحش قوي من غيركم. هو محدش قال لصحابي ان انا جاي ولا انا راجع النهارده ولا ايه؟ صحابك برضو ولا حد بعينه؟ يلا بينا. يلا. اوعك تحس بالفشل مهما كان، املك في رب كبير، ما تسألش عن اللي بيحصل فيك، اكيد ده كله خير. نايم حتى في حلم شايف الامل موجود، صاحي جوايا حلمي عدي بيا اي حدود. احلم يا صاحبي، الحلم ده بداية النجاح، حط تركيزك في اللي جاي انسى اللي راح. قوم وعاند انسى كلمة مستحيل، الدنيا كلها قدامك عندك مليون سبيل، سبيل في كل خطوة سعي عدت عليك. قعدت تبكي على اللي فات وما فتحتش عينيك، فتح وشوف حواليك كل اللي بيحبوك واقفين في ظهرك وما فكروش في يوم يسيبوك. ولو حسيت انك لوحدك بص حواليك هتلاقي الكل واقف جنبك ومستنيك.
في نهاية مقالاتي عن عوالم خفية أغلق آخر صفحة لمذكرات مريم يوم بعد كشف كم الفساد الذي قابلته خلال رحلتي في العوالم الخفية. لابد أن أظهر الجانب الآخر من الصورة، وأبدأ بالشكر للقائد العسكري لمجموعة عوالم خفية، اللقيب رؤوف ضابط الأمن الوطني. أول ملف يمسكه كان الملف بتاعي. رؤوف ده من كتر حبه في شغله ساب مراته ليلة دخلته. معلش يا حبيبتي انا اسف، يا ما تسببت له في مشاكل مع مراته. انا هلال كامل، عايز اقابلك دلوقتي. انا جاي لك حالا يا استاذ هلال. حالا فين يا حنيتك؟ رايح فين يا حنيتك؟ ايوه يا استاذ هلال، ايوه حالا اهو حالا. اهلا مؤاخذة، البطاقة. رؤوف يا ما وقف جنبي وكان زي عماد ابني، سبحان الله ما كنتش طايقه ولا كان نازل لي من زور. استاذ هلال كامل، مين حضرتك؟ رؤوف هاشم، ضابط من الأمن الوطني. بس طلع ابن حلال. ايه اي نعم، دلوقتي هو اللي ما بقاش ضايقني، بس هو برضه حبيبي. تاني يا حبيبي هو انا ممكن احاول ادبك. اللقيب رؤوف بعد أن حقق أول انتصاراتي في حياته الزوجية. غادة طول عمرها مستقوية، مش على اللي حواليها بس، على نفسها كمان. الشيطان مش محتاج يوزني. امضي يا نجلة، امضي يا نجلة. كان دايما ضدي في اختياراتي ليها، برغم أني كنت ببقى خايف عليها. ايه بقى الغلطة اللي أنا غلطتها مش قادرة تنساها؟ كل ده عشان رفضوا عينكم وعيدة بسبب السجل بتاعي، مع ان مش قتل قتل ولا حرامي. دايما مستقله بنفسها، حتى لما بقت ام بقت بعيده عن عيالها. عاجبك الفضايح اللي انت عملتها دي؟ ما ترد بتاع الحفلات المسبوقه. ماما بعد اذنك انا كاكباو، انت تخرس خالص. يا مامي انا كنت حابه احكي لك كل حاجه بصراحه، ونتعامل كاننا اتنين صحاب. ولما ام زي تعرف اللي بنتها بتعمله، المفروض عليا اني اعمل ايه يعني؟ ابعت اجيب مأذون واتنين شهود، ولا ابقى شكره وانتوا اتنين لمون؟ دي اسمها قله ادب. واللي كان بينها وبين جوزها كان مصلحتها وبس. طب ما تنساش العمولة بتاعتي لما الموضوع يمشي. امال حبيبتي عينيا. عادي اننا نغلط، بس المهم نعرف الغلط ونصلحه. طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهادة تقدير ومية ألف طز فيا، المهم الناس تسقف لك. جايز كده ارتاح ضميرك. ساعات الواحد بيبقى محتاج ألم علشان يفوقه. هو قال ألم حيوان بس هيخليه يمشي عدل. فجأة بنلاقي بناتنا كبروا واحنا مش واخدين بالنا، ومع الوقت بيتغيروا واحنا مش حاسين، وساعتها بنسأل نفسنا هم ليه دايما واخدين جنب بعيد. اطلع بره، انا مش عايز اشوفك عند بعيده. اطلع بره بقى. رغم ان احنا اللي بنبقى بعاد، خدوا بالكم من بناتكم واحضنوهم، اهدنوهم عشان ما يدوروش على حضن غريب، وساعتها مش هنلوم غير نفسنا. عماد برغم انه كان عكس غادة في كل حاجة وعرفت ربيه عنها، لكن ما طلعش زي لما كانت تقابله مشكلة كان بيهرب منها وعمره ما واجه، ودايما كان بيبص تحت رجليه زيه زي نهى. طول عمرها ماشية ورا ابوها. بابا تاني؟ نهى امين، انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله. ولما فائد كان متاخر برضو، بس قدرت تقف وتواجه. احنا ما فيش منا كلام اصلا، ولو ما فيش بقى من نفس الدبه اللي انت فيها دي. هيبقى ليها مستقبل كبير في الصحافه، ممكن تفضل طول حياتك تدور على نصك التاني، النص اللي يشبهك، ويوم ما تلاقيه الفرحة بتعرف طريقها. على فكرة يا عماد، نهى عملت مجهود جبار عشان مادو يتكلم عربي. نفسي بقى اسمعه بينطق عربي. أنا علمته شوية قواعد كده بس، واحدة واحدة هيتعلم كل حاجة. بجد؟ أيوة بجد. ثانية واحدة بس أفكره. يلا حبيبي ابدأ بالقواعد. يا لهوي
يا خرابي يا فضحتي. هي دي قواعد مصري ولا مش مصري يا بابا؟ مصري مصري ومن الورقة كمان. حبيبي. رب أخ لم تلده أمه. دراز صديق عمري. أنا وهلال طول عمرنا صحاب من زمان قوي، ده عشنا طول عمر. أنا لما كنت أقع في أي دقيقة كان أول واحد ألاقيه جنبي هو. أيوة عماد، دراز اتقبض عليه. كلم غادة خليها تلحقه على اسم عبدي. ده إيه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ أنت عندك واسطة كبيرة الظاهر. أنت تعرف هلال كامل؟ بالرغم من إننا مختلفين في حاجات كتير. يبقى هتضطر تنزل أنت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل. ده لا يمكن أعمل حاجة زي دي. أنا كنت برفض أي حاجة ضد مبادئي، مش بقبل أي وضع، لكن دراز كان مرن شوية. لكن أوام كان بيفوق ويرجع في قراره. إزاي تقبلها على نفسك إنك تشوه اسم صديق عمرك؟ ازاي؟ اوقات ربنا يرزقك بصاحب زي اخوك بالظبط، واوقات يرزقك باخت برضه زي اخوك بالظبط. الله سافر الله العظيم يا رب. غيره يا جمالك. قابلتي عفيف غيره دي بقى. بص لو بصي حلاوه. كفايه بقى عفيف، انت ما بتزعقيش. طيب بقى بص بقى، صفصوفه الجميله بص فيها شبه مني. فيها شبه منك يبقى بلاش منها. خلاص تحتي. زيزو. هلو. ايه يا ابني في ايه؟ انت حاسس كده بقى ليه؟ اللي في سنه دايما بيدور على قدوه ليه عشان يبقى زيه، ودايما بيبقى الاب قدوه ابنه. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. لكن زيزو كان عاقل والحمد لله انه ما خدش ابوه قدوه ليه. بس انت بتضربني ليه؟ انت فاكر انك هتربيني؟ فاكر اني بعتبرك اب بجد؟ انت عمرك ما كنت مثل اعلى ليه؟ كان طالع لامه في الحاجه دي، رافض كل اللي حواليه وعايز يتغير عنه، بس للاحسن طبعا. مهما برضه حاولت مش هتقدر تكسرني، احتياجي ليك ومش مكسرني. اب وام مش معايا، يبقى الظهر ده مش ورايا. مهما حاولت اني اغير برضه باخد على قفايا. ومن ساعه ما قعد معايا وهو شاف ان عمره ما كان هيشوفه في حياته اكشن وخطف. اوعى يا عم ضرب نار. زيزو ومستشفيات. ساعات بيبقى عندك حلم وعلشان تحققه محتاج تصرف عليه، وعشان تصرف محتاج تشتغل، ولو قدرت تعمل ده تبقى نجحت في الاثنين، الحلم والمشروع. بنحب واحنا كبار، مش مهم ايه السن، المهم اعرف اختار. ده الحب مسؤوليه، حاسس لازم تقول رضايتك هديه، اوعى منك تزول. اجمل احساس لما تكون واقف في وسط الناس، الكل باصص ليك وانت مش هنا من الاساس. باصص لنقطه واحده هي برضه باصه ليها، دوشه ومعازيم وناس وكوشه انت وهي فيها. وده طبعا بعد ما اتفقنا على اسم ابننا، وقعدنا نخطط في حياته لحد ما يبقى في سننا. من اول اكله لبسه مدرسته حتى جامعته، لحد لما نشوفه حبيب يعيش قصة حبنا. ازاي انا حب ليها كان بالنسبة لي حلم، انا لحظة حب ليها احلى مشهد جوه فيلم. حب غير اعتيادي عادي جدا ليها موت، حب مالوش قواعد عدي بيه كل الحدود. عادي نبقى في اتنين تايهين مش لاقيين نفسهم. يا صباح الجمال. ايه يا عم خدتني. ولما يتقابلوا صدفة بيقدروا ساعتها انهم يلاقوا نفسيهم ويحققوا ذاتهم مع بعض. نوران
بنت اتولدت لقت نفسها في الدنيا من غير اب ولا ام، وكمان عاشت طفولتها في ملجأ. يمكن كل واحد كان لوحده ضايع او مش عايش صح، بس مع بعض هيلاقوا نفسهم ويكملوا اللي كان ناقص في حياتهم. ابسط يا عم ده الليله اللي تقعد كله فرحان لك من صبح لحد الفجر، عروسه زي القمر ربنا يخليها لك حافظ عليها اللي جات لك بعد سنين الصبر. الليله بقى بينا امكوك واحنا جايين مبسوطين، كلامنا جاي من عقل فوق، لو انت اسد احنا ترميم، جايين بقلب واقفين طالعين بجد مش ناسين، عارفين اننا جامدين بنقول ومش مش ساكتين، جايين نفرح نلعب ونهيس، جايين نرقص العريس جنو ونمسي عليه نرقص شعب نلعب باليه، هنولع الدنيا بكلامنا خد مني ده كلام مفيد، ما فيهاش كبير قدامنا من كده بنشيل حديد، ولعناها من غير ولاعة اسمع وافهم واستفيد، شكلك بقى غطا بلاعة تعالى ده انا عندي الجديد، الفرح فرحنا والدلع دلعنا والشارع بتاعنا ولو راجل معنا، وده ليا زمان عجيب ركبت النملة ديب، ما تخلي كله في حاله ده الحل عند خاله، انا قاعد بنشف وطر ولو ماشي انا بجري وفي الهلسة انا بدي وديتك البحر رجعتك عطشان، صاحبتك خليتك في دماغك تعبان، سمعتك كلامي شفتني فدام، كرفتك ومشيت وسبتك ندمان، عشاني اسمعني وخليك تمام، انا ممكن اخليك ما تعرفش تنام، غوطنا في كلامنا طلعتك خسران، دلوقتي هسيبك وهمشي سلام. عوالم خفيه